يعني استغلال طرد لاعب في سيراليون، انت عملت ايه؟ هو استغله غلط. عمل ايه يا كابتن ابو الدنيا؟ قام جاي مطلع زيزو ونزل مروان عطيه المفروض بقى ونزل محمود حماد. ما انت المفروض ده هو، لا ده عمل حاجه كمان، ده عمل كارثه، ده راح منزل ثلاثه بيأمن يعني. محمود حماده راح نازل ما بتقدمش، هو لعب في الحته اللي هي الديفندر مع مروان عطيه وطرف النن ناحيه اليمين. يعني انت ما زودتش حد في الناحيه الهجوميه، ورحت مطلع مصطفى محمد ورحت مطلع زيزو. تم تنزل محمد شريف جنب مصطفى محمد؟ لا ده مصطفى انت مش محمد في الاخر. تم تدي الحريه لصلاح يلعب في الحته دي لو انت طلعته. تم تدي محمد صلاح يلعب يبقى صانع العاب. يعني الراجل اشتغل غلط في الماتش يا كابتن؟ مش هو الشغله، هو عايز ان بص يا فاروق، هو كل همه يعني راجل، بص كل همه من فرجتك على المباراه في تشكيلته او في تغييراته. لا انت عندك لعيبه، ما تدي اللعيبه. وبعدين انت بتتكلم على امام عاشور او بتتكلم على حد هو مش محتاجه. ركز معايا عشان انا هخليك تغير. انا لا ما انا مركز معاك. لا يا حبيبي، لكن انت بتتكلم احنا اول حلقه ايه الكلام اللي بتقوله ما تجيش اخر الحلقه تغيره. لا انا بص يا فاروق، انت ما بتهاجمش. ايوه هو الراجل ده ما يهموش الا رقم واحد الا المكسب. انت وترته جدا، انت ما يهموش الا المكسب. هو عايز يكسب الثلاثه بونت زي ما بيطلع يقول لك انا المهم الثلاثه بونت. كلنا يهمنا كده، ما احنا كلنا يهمنا الثلاثه بونت، بس احنا عاوزين نقعد. يبقى برضو الجماهير المصريه بتفهم كوره يا فاروق، عايزه تتبلت، عايزه تتبسط. انت النهارده خلي بالك الراجل من ساعه ما جه وعايزه تطمن على المنتخب. انت النهارده الراجل من ساعه ما جه مشواره كل الماتشات اللي لعبها حتى بمفهوم الوديه هتلاقيهم ما عدا الجزائر وتونس، هم كل المستويات اللي لعبها مع احترام ضعيفه وتكسبها بالمنتخب الاولمبي على فكره مع الاحترام. لكن انا بكلمك انت هتجرب امتى، هتشوف لعيبه بدلا امتى، هتشوف مصطفى فتحي زي ما قال الكابتن رضا، هتشوف محمد شريف، هتدي النهارده. انت بتلعب مع عمر كمال عبد الواحد في المباراه الاولانيه او اللي هي مباراه جيبوتي، والنهارده بتشيله مره. ما انت محتاج الماتش ده ان انت تهاجم. وبعدين ليه؟ وبعدين يا كابتن ده في حاجه كمان، انت بتقول لي عشان الملعب ترتان، ثلاث ارباع اللعيبه دي متربيه على الترتان في الجيل ده. مين اللعيبه بتاعتنا؟ منتخب مصر اللعيبه كلها طلعت ترتان. يعني انت يا فاروق استنى بس، انا ما بتكلمش على الارض، انا بقول لك انت بتتكلم على اللعيبه بيلعبوا في الارض. لا انا ما بتكلمش على يا فاروق. ليه ان وصلاح يومين ثلاثه، ما في لعيبه، في لعيبه هم صغيرين يا فاروق طالعين كان بيتمرنوا اكاديميات على الترتان، على الخماسي، على الخماسي كله ترتان. ما كلهم بيلعبوا خماسي وبيتمرنوا على الخماسي كله ترتان. انا بلعب بهرج عشان ده ماتش رسمي. لا وكان بيتمرنوا يا حبيبي على الترتان. انت لو تفتكر كان ملعب الانتاج الحربي في فتره من فترات كان ترتان يا كابتن بقى قبل ما يغيروه. لا ما كان كل الموضه في افريقيا كلها ان يعملوا الملاعب ترتان اللي هو اللي انت لعبت عليه النهارده. ما ده برضو من ضمن اللي هي الاتفاقيه اللي حصلت. يا كابتن ده مش حجه يعني، انت النهارده الملعب مش حجه. انا بتكلم لا هو حجه بحاجه واحده بس يا فاروق، مش كابتن. والله النجيل الطبيعي وانت بتنقل الكوره زي النجيل الصناعي. قول لي انا اقدر اتحكم؟ هل النجيل انا كلاعب كوره يا يعني بص فاروق. انا وانا بتفرج، وانت لما كنت بتروح افريقيا اسمع الكوره بتمشي على الارض. لا انت لما كنت بتروح افريقيا كانت الملاعب ما كانش كده صح؟ كان في حفر وكان رجلك بتغرز وبعدين تقف وانت كنت بتعمل ايه؟ امسك الكوره على اساس بتقول امسك الكوره. قبل الماتشات دي كنا بتلاقي البلدوزر ماشي في الملعب يسويه، فاكر؟ ايوه لا لا عشان يدوس عليه دوكو زي بتاع الاسفلت. لكن انت بتتكلم يخليه مساوي، فاهم؟ لكن انت عندك لعيبه ده في افريقيا. لكن انت بتتكلم على القيمه التسويقيه بين لعيبه منتخب مصر ولعيبه سيراليون. لا المنتخب مصر يكسب، المفروض يكون عندي تركيز في الملعب، عندي شخصية في الملعب. لكن أنا بكلمك أنت النهاردة بتجرب لعيبة وبتغير لعيبة وبتشقلب بالتشكيل. طب ما تدي اللعيبة اللي ما بتلعبش اللي طيب. أنت يعني الراجل اشتغل غلط يا كابتن، بداياته غلط. أنا بتكلم على التغيير. لا التغيير يعني بداية التشكيل كانت صح ولا غلط؟ تغييراته كانت صح ولا غلط؟ لا التشكيل بتاعه عاوز يأمن يا استغلاله لحالة الطرد صح ولا غلط؟ لا ما استغلهاش. طيب لا ده بالعكس، ده أمن، ده نزل محمود حمادة يلعب ومروان عطيه. ان انت لعبت اتنين ديفندر وخلاه ما يروحش النهارده وبعد وراحوا برضه وفي اخر طب النهارده لما يكون عندك عمر مرموش، المفروض عمر مرموش اروح يغير وكان متالق في المباراه الاولى صح. الحاجه التانيه استغلتها انت، ما حتى ما روحتش بفرصه. ده هم اصلا وهم ناقصين الشناوي شال بتاع 3 4 فرص يعني. هم الناس كان عندها جراءه وبتروح وبتهدف وكان ممكن يهدفوا على فكره. طيب انت طيب ده بالنسبه لعدم الاستغلال حاله الطرد. التشكيله لا التشكيل مظبوطه ولا مش مزبوط؟ لا مش مظبوطه، مش مظبوطه. مش مظبوطه في ايه؟ لا انا النهارده لا يا كابتن النهارده لا هتلعب حمدي فتحي ماشي، الدفوكات فيندر يلعب ما فيش مشكله. لكن انا كنت شايف ان عمر كمال عبد الواحد افضل من محمد هاني مثلا. ماشي بس خلي بالك اقول لك وليه ما لعبتش احمد فتوح اللي عنده في نزعه هجوميه وبيعرف يروح وبيتحرك من حته الملعب مش الساعه.
يعني الملعب مش هيساعد. هقول لك بس حمدي ماشي هجيلك الدكه مفتوح. هجيلك كابتن رضا. خلي كابتن ابو الدهبي. لا لا انا هقول له بس النبي. لا بس ولا هو بتلعب وبتلعب النهارده علي جبر ليه؟ وبتلعب علي جبر ليه النهارده؟ ده كان نقطه ضعف في دفاع النادي. طب علي جبر ولا احمد سامي؟ اه بالظبط كده كنت لسه هسال. لا ما انا مين علي جبر ولا احمد سامي؟ لا ما هو ولا رامي ربيع. اه احمد زي الحاج احمد بس انا افضل كنت افضل احمد سامي يلعب. وانا معاه في الراي ده. يعني كان احمد سامي جنب محمد عبد الله منعم وهيدوها بشكل كويس وكان منسجمين. واحمد على فكره احمد سامي عنده سرعات وعنده توقع كويس. لكن انا بكلمك النهارده ان كان انت السردباك يا فاروق ما يحلقش اروح اضغط. يعني انت فاهمني. لكن انا ده اللي انا بقوله. طب ايه تاني كابتن في التشكيل؟ لا التشكيله ايه بعد ما اتطرد يعني المفروض زيزو موجود حمدي فتحي النني. ما انت ما تغيرش بقى بعد الطرد. المفروض ما تغيرش. المفروض ايه دي بتديني افضليه ان انا ابقى كويس ان انا ابقى اهاجم. لا انت بتلعب فرقه مش بالمستوى اللي انت تخاف منه او ان انت تبقى قلقان منه. لكن انت لما اتطرد منهم واحد المفروض انزل مين؟ انزل شريف جنب مصطفى محمد. طيب لا انا برضو انت خلاص انت قلت لي على حاله الطرد دي. انا بكلمك في التشكيله الاساسي. قلت لي بعض اللاعبين كان المفروض يشتركوا من البدايه. طيب احنا رحنا لغايه وسط الملعب. وسط الملعب بالنسبه لك الثلاثي ده عشان هو الافضل كان يلعب بيه صح؟ لا هو ده. لا انت لعبت فتحي زيزو. طب انت لعبته بناء على ايه؟ ما هم الاثنين شبه بعض. اذا كان مروان عطيه والحمدي فتحي. لا اما الاثنين ما لعبوش ده. لا يا كابتن ما هو لعب حمدي فتحي بدل عادي يعني ده زي ده. لا بس هو طلع حمدي فتحي عشان الانذار. الانذار الثاني. لا هو خد انذار اولاني. لكن انت بتتكلم الحاجه الثانيه. انت لما جيت اضطرت رحت منزل محمود حماده ومنزل مروان عطيه وزي ما قلت لك طرفت النني بره برضه ترجع لي. ما انت مش هتغلط. انا عايز التشكيل الاساسي والله. ما هو ده التشكيل الاساسي. لكن انت كنت استغليت ان انت كنت مين اللي ما كانش يلعب يعني مين اللي ما بداش. لا انت ما كنتش تلعب بمحمد هاني واحمد ومحمد حمدي وعلي جبر. الثلاثي اللي في نص الملعب والثلاثي الامامي ده ما تقدرش. يعني كابتن رضا كان عايز صلاح ما يلعبش يعني مع كابتن رضا ولا لا الاربعه كده. الاربعه اللي قدام انا مش مختلف عليهم. اذا كان صلاح وزيزو ومصطفى محمد انا مختلف عليهم. انت بتعتمد على مين؟ على 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 مصطفى محمد. ان انت جايب انت ما عندكش افضل منه. لا لا طب هو عمل ايه؟ ماشي ما هو بس ما انت خد الماتش الاولاني. لا ما بص ابو الدهب انت بتجرب بقى دي ماتشات كلها جرب واخد بالك. لا قدر الله حصل اصابه لمصطفى محمد انت بتجرب مع راجل ده بعد الطرد المفروض ينزل يبقى عنده النزعه. سيبك من الطرد. انا بكلمك الف في كوره. انا دلوقتي يعني الشوط الماتش الاولاني لاعب مصطفى محمد ماشي انتاجه كله جاب جون واحده في العرض ماشي. انا عايز اكسب ناس تاني عشان انا رايح بطوله قويه جدا. فانا دلوقتي لا قدر الله في دوري فرنسي ولا قدر الله مصطفى اتصاب يبقى انا كده اجيب شريف من الدار للنار. فمش برضه مش هيلعب شريف. انما انا لو جربته في الماتشات دي ممكن اقول يا اما هيكمل معايا. كلام حضرتك سليم ليه يا كابتن؟ ده في مشكله ان اللعيبه عارفه ان اللعيبه دي اللي هم اللي هيلعبوا. طبعا يعني ان حتى اللعيبه اللي بره بيهمد مش هيلعب مش هيأدي بشكل كويس. ولما يعني بينزل النهارده على فكره لو اتفرجت على الكاميرا وهي جايبه زيزو بيطلع على الخط لوحده من غير ما الراجل بيرفع اللوحه اللي هو الحكم الرابع. يعني هو